لماذا لم تخبرني أبيك أنكم ستأتون إلى المنزل؟ لم أستطع يا جاك، قد كان شاك بجانبي دوما. حسنا، لا بأس، لكن علي أن أراك اليوم، يجب أن أقول لك موضوعا مهم. يجب ماذا من شاك؟ كيف يا بي، عليك أن تبعث الخيابكم. مرحبا سيدي، هل مسكت به؟ لقد فر من يدي. هل تشاجرتما؟ لا سيدي. لماذا ملابسك مقطعة؟ لقد وقعت. خذ الهاتف، لعل به شيء مفيد. يجب أن ننال من هذا المرء. مرحبا يا جاك، علي أن أراك الآن يا بيك. لا أستطيع، تحلل. حسنا، الليل. حسنا. أحضرت الملف. جاك، لماذا خدرتني عندما أتيت إلى منزل شاك؟ لم أستطع يا بيك، كان المكان مراقبا بالكاميرات المراقبة. علي الذهاب الآن يا بيك. هيك انتبه على نفسك. Thank you.
ما المهم؟ الوصول إلى الهدف أم طريقة الوصول إليه؟ وهل الهدف سيء أم أنه جيد؟ قد تجبرك الحياة على أخذ قرارات تغير مسار حياتك تماما، قرارات تحولك من ضاحك إلى حزين، ومن طيب إلى شرير. لكن يجب عليك أن تعلم دوما أن هنالك مفاجآت لم تتوقع حدوثها من قبل، لذلك عليك أن تكون مستعدا لتكون المنتصر دائما. بيك، من الذي فعل بك هذا يا بيك؟ خلفك يا جاك. وقعت بالفخ يا جاك. جاك أفلتني. اللعنة عليك يا شاك. راس أفلت جاك وخذني. اصبر يا بيك، كيف حدث هذا يا شاك؟ لقد شككت في بيك من البداية، وزاد يقيني بالشك عندما رأيت علامة يد على كتفك عندما ذهبنا للمساك بك. حسن يا بيك، إلى اللقاء. والمعلومات التي أخذتها عني كلها خدع بخدع. جوهرة، إنه فخ يا جاك. وهل تظن أن أشياء الثمينة تأخذ بهذه البساطة؟ أو أتظنني كباقي المحققين لتخدعني بهذه السهولة؟ فالمحقق الماهر يجعل أفخاخاً في كل مكان ويكون مستعداً لأي تغيير. أنت شخص صالح، لكن لماذا اخترت السرقة من دونها من المهن؟ فهذا الذي لم أعرفه. ولن تعرف يا شاب. سأعرف ذات يوم، سأعرف. ظننتك أذكى من ذلك يا شاب. Zıplıyor herkes kanguru sanki Full depo tanusun Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok Bu hayatın heyecanı meycanı yok Bu hayatın heyecanı meycanı yok Bu hayatın heyecanı meycanı yok Yok Jack Ne kadar abdol bu? Necim ben de ne bedel? Olmayan paçası yok Kurtulan paçayı yok Gelecek için bir hedefin yok Yarının yok لا صبر بعد اليوم. لا يأخذوا منا ولا نأخذ منهم. لا صبر بعد. لا يشتروا منا ولا نشتري منهم. عليك أن تبعثر ثيابك. صبر.